عندنا أخبار مهمة عن لقاء الرئيس السيسي بالسيد مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا، وجريت مراسم استقبال كمان رسمية للرئيس الضيف، وهذه زيارة مهمة وحملت أبعاد كثيرة، سواء فيما يتعلق بأزمات المنطقة وفي صدارتها ما يعانيه قطاع غزة من هجوم وعدوان وحشي إسرائيلي. والرئيس النهاردة كان ليه مجموعة من التصريحات المهمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ده جزء، والجزء الآخر كان متعلق بالعلاقات الثنائية المصرية الهولندية والعمل على دفعها، خاصة فيما يتعلق بالجانب والشق الاقتصادي ودخول مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.